أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل متاع الدنيا خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم ما أصابك من حق
حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم الفاتحة. أيها السادة، وفي هذه اللحظات التي اختتم فيها الشيخ مصطفى إسماعيل ما تلا من آيات بينات من كتاب الله، أرى أمامي جنازة سيدة الغناء العربي يتقدمها السادة كبار المشيعين على رأسهم السيد حسن كامل رئيس الديوان الجمهوري نائبا عن السيد الرئيس محمد أنور السادات والسيد الدكتور عبد العزيز حجازي رئيس الوزراء والسيد رئيس مجلس الوزراء الاتحادي والسادة كبار المشيعين. بينما تتقدم الجنازة صورة كبيرة لسيدة الغناء العربي وعن يمينها باقة كبيرة باسم السيد الرئيس محمد أنور السادات وباقة أخرى كبيرة باسم السيد أحمد الخطيب رئيس المجلس الاتحادي. الجماهير هنا تحاول أن تأخذ مكانها قريبا من الجثمان الذي يحمله عدد من رجال المطافئ، وقد أخذت الموسيقى تعزف ألحانها الجنائزية ومئات من باقات الزهور والورود تتقدم هذا المهرجان